الفارق وقدر ان هو يرجع في الجيم. هتقولي بس ضربه الجزاء مش ضربه جزاء، لا هي في حكام ممكن تحسبها في حكام مش ممكن تحسبها، هي الكره فيها وعليها كتير. مش هقول لك الكره ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، لان انا نفسي مش عارف، مش هضحك عليك، مش عارف الكره ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، مش هقول لك رايي محدد على ان الكره ضربه جزاء ولا لا، ان انا مش عارف. في حكام ممكن تحسبها وحكام ممكن تنفض. ياسين مريح سجل هدف اول، فريق الملعب التونسي حاول ان هو يعمل رد فعل لكن مفيش، انت خلاص ركبت الترجي الجيم نفسيا. لما رجعت الترجي يعني الوقت اللي انت كنت محتاج ان انت تدوس فيه كان في بدايه الشوط الثاني، فريق الملعب التونسي كان لازم ان هو يدوس ويحاول يهاجم الترجي، لكن الملعب التونسي قرر ان هو يرجع وخلاص بقى. انا جبت جولين في الترجي، بص ايدك وش ظهر يا ابني وارجع دافع وارجع امن خطوطك. طيب هترجع تدافع وتامن الخطوط، الترجي هيجيب جول، ولما الترجي هيجيب جول هيجيب الثاني، ولو جاب الثاني ممكن يجيب الثالث ويخلص الماتش. سيناريو محفوظ وسيناريو معروف وسيناريو دايما وابدا بيقع فيه الفرق امثال الملعب التونسي، وللاسف السيناريو ده بيحبوه المدربين التوانسه، وهو ان انا جبت هدف ارجع احافظ عليه. ده واحد من السيناريوهات اللي انا ما بحبهاش في عالم كره القدم، لان بصراحه بحس ان انت ما بتستحقش. عايز تخلص الماتش سجل تاني، عايز تنجز على المنافس بتاعك سجل تاني، انما قصه ان انا هرجع وامن والشوط التاني بدل ما كنت شغال بتحولات واختلط بلال المجري واختلط يوسف عمارو، لا انا هوقف اللعيبه كلها ومفيش اي حد يعمل ادوار هجوميه. طب ما انت كده هتلبس، وده اللي حصل. بس بصراحه عجبتني اول عرضيه بتاعت حسام القا، رايقه زي ما كنا بنتكلم على كره في مكاوله. عرضيه حسام القا حلوه قوي قوي قوي.